السلام عليكم، راح نبدأ إن شاء الله بعد دقيقتين. بعد شيء عندنا اللايف ترجمة الفورية، ممكن تفعلونها من خاصية الترجمة بزوم. Hi, we will start after 2 minutes. There is a live translate. You can active the live translate from Zoom. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ يحيى معانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الله. كيف الحال طال عمرك؟ عساك طيب. الحمد لله بخير، نحمد الله. نرحب بالحضور الكريم. نبتدي أستاذ يحيى. على بركة الله، بسم الله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. الحضور الكريم، أصحاب المعالي، وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عفوا أستاذ يحيى، بس بعرفك للجماعة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم في ندوة قانونية جديدة بعنوان تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وهذا من ضمن سلسلة الندوات القانونية اللي تستهدف منها الغرفة زيادة وتعزيز الوعي القانوني لأعضائها ومنتسبيها والمجتمع بشكل عام. كل الشكر والتقدير لوزارة الاقتصاد على جهودها الدؤوبة في توعية مجتمع الأعمال في الإمارات بمستجدات القرارات والتشريعات، كما أتقدم بجزيل الشكر لكافة الحضور والمساهمين في تنظيم الندوة. آملين لقاءكم في ندوات قانونية إن شاء الله قادمة.
ونقدم لكم السيد يحيى زكريا شفيق، خبير قانوني من وزارة الاقتصاد لبدء الندوة. تفضل أستاذ يحيى. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله، وأتقدم بالشكر لحضراتكم مرة أخرى بالنيابة عن وزارة الاقتصاد، وإن شاء الله نتوكل على الله نبدأ الورشة. اليوم إن شاء الله احنا بنتكلم عن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. الموضوع سهل وبسيط، وكأن مجلس الوزراء الموقر لدولة الإمارات العربية المتحدة بيطرح سؤالين اثنين فقط على الشركات العاملة في الدولة فقط. هو ده ملخص القرار بالكامل. السؤال الأول للشركة العاملة في الدولة: من هو المستفيد الحقيقي لديكم؟ يقول والله أنا عندي مثلا مستر إكس هو المستفيد الحقيقي. يقول العظيم اعطيني بياناته، اسمه وجنسيته وتاريخ ميلاده وهويته أو رقم جواز سفره، واحتفظ بيهم في سجل عندك في الشركة وقدمهم إلى سلطة الترخيص التابعة للشركة. السؤال الثاني: من هم الشركاء أو المساهمين عند حضراتكم في هذه الشركة أيضا نفس الشركة؟ يقول له مثلا A B C D، يقول له هايل اعطيني أسمائهم، بياناتهم، شكلهم القانوني، عنوانهم إلى آخره زي ما هنستعرض إن شاء الله في الورشة اليوم. احتفظ بهم أيضا في سجل خاص منفصل وقدمهم إلى سلطة الترخيص التابع لها الشركة. بمنتهى البساطة هو ده ملخص قرار 58 وإجراءات تنظيم المستفيد الحقيقي. وإن شاء الله زي ما هنتكلم اليوم الورشة هتتكون من 5 محاور رئيسية، ابتداء من تاريخ السريان أو نطاق السريان لقرار 58 قرار مجلس الوزراء الموقر، وصولا إلى الجزاءات الإدارية والتظلم. ونحب ننوه مرة أخرى إذا كان هناك أي استفسارات في أي وقت حضراتكم تتفضلوا مشكورين بكتابتها من خلال اللايف تشاتينج، وبيتم إن شاء الله طرح الإجابات أو الرد على تلك الأسئلة عقب الانتهاء من العرض التقديمي. في كمان بحب أأكد إن في ترجمة فورية على برنامج زوم للي يرغب في الترجمة باللغة الإنجليزية. على بركة الله نبدأ في المحور الأول. اليوم عندنا في بنود العرض المحور الأول وهو نطاق سريان وترخيص الشخص الاعتباري. في الحقيقة بتسري أحكام قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي على كل من المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية. ولكن يستثنى من هذا القرار الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة المحلية أو الاتحادية، أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات والمناطق الحرة المالية. السؤال ده من ضمن أهم الأسئلة اللي ممكن يعني نتطلع في الإجابة عليها اليوم، إن نطاق السريان على من يسري قرار 58 لسنة 2020؟ يسري على كل شركة، كل منشأة في دولة الإمارات بلا استثناء، إلا شركتين اتنين فقط: شركة مملوكة بالكامل لحكومة محلية أو اتحادية، شركة داخل منطقة حرة مالية فقط. ودون هذين النوعين من الشركات يسري القرار على كافة المنشآت في الدولة. وعندنا كمان يجب على الشخص الاعتباري أن يكون مرخص أو مسجل في الدولة. أي شركة يجب أنها تحصل على ترخيص أو تسجيل في الدولة من سلطة الترخيص، وعليها أنها تتقدم عند الطلب بالتسجيل أو الترخيص أن تزود المسجل بالبيانات الأساسية الآتية. في بعض البيانات الأساسية على كل منشأة دون استثناء زي ما احنا قلنا فيما عدا الشركات المملوكة للحكومة والمناطق الحرة المالية، عليها انها تتقدم بهذه البيانات: الاسم، اسم الشركة التجاري، الشكل القانوني، عقد التأسيس، عنوان المكتب الرئيسي او مكان العمل الرئيسي. واذا كان الشخص الاعتباري شخص اجنبي يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم كمان ما يفيد ذلك. محتاجين كمان ايضا النظام الاساسي او اي وثائق اخرى ممثلة تعتمدها الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري ويسجل بياناتهم من واقع وثيقة السفر أو بطاقة الهوية ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها وجهة الإصدار. دي البيزك انفورميشن اللي احنا بنتطلع عليها وزارة الاقتصاد سلطة الترخيص على كل شركة تتقدم بطلب التأسيس أو التسجيل، تتقدم بتلك البيانات كحد أدنى يتطلب عند التأسيس أو القيد. ننتقل للسلايد اللي بعده أستاذ أحمد. لا يجوز لأي شخص اعتباري في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يستخدم اسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه لدرجة تؤدي إلى اللبس. ده
تمام. كمان يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام اسم غير اسمه المسجل، وأن يكون الاسم مدبوع بالشكل القانوني للشخص الاعتباري، وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير الاسم، وفي حال تمت الموافقة عليه فيمتنع على هذا الشخص الاعتباري أو الشركة أو المنشأة استخدام الاسم اللي تم إلغاؤه في السابق، وعليه كمان يتضمن كل مراسلاته الاسم الجديد اللي بيحمل اسمه وعنوانه في دولة الإمارات. يجب كمان على الشخص الاعتباري أن يكون ليه عنوان واضح مسجل ومفصل في الدولة وبيخطر به المسجل عند التغيير أو عند التعديل، ويستخدم كمان هذا العنوان في تلقي جميع المراسلات. نيجي للسؤال الأهم بعد نطاق السريان، وهو تحديد المستفيد الحقيقي، وهو ده الحلقة يعني اللي فيها التحدي أو التشالنج الأكبر. تحديد المستفيد الحقيقي عندنا بيكون من خلال 5 آليات. الخمس آليات وضعها المشرع الإماراتي في المادة 5 في القرار 58. أول شيء يجب أن يكون المستفيد الحقيقي، يعني يكون المستفيد الحقيقي هو في الأخير شخص طبيعي، مستحيل يكون المستفيد الحقيقي شخص اعتباري على الإطلاق، يجب أن يكون شخص طبيعي وليس اعتباري، وهو كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال، أو ليه حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر من رأس المال، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة، أو من خلال السيطرة عبر وسائل أخرى كحق التعيين أو العزل، أغلبية المديرين بالتأكيد. ففي الأخير من هو الشخص المستفيد الحقيقي؟ يبقى احنا بنتحدث اليوم شركة اسمها إكس، فيها بعض المالكين ملاك في الشركة. احنا هنبحث في الأول زي ما هنشوف إن شاء الله عن شخص طبيعي، شخص طبيعي يمتلك 25% من رأس مال الشركة أو يسيطر على نسبة 25% من رأس المال، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ويكون تعقب المستفيد الحقيقي من خلال عدد من الأشخاص الاعتبارية أو من أي ترتيبات من أي نوع. وإذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة في رأس مال شخص اعتباري شركة يعني، يجب التعامل معهم جميعا باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة. تمام، ننتقل للسلايد اللي بعده أستاذ أحمد. طب لو في حالة ان احنا استنفذنا الثلاث وسائل السابقين ولم نحدد شخص طبيعي مستفيد حقيقي داخل الشركة او الشخص الاعتباري، فبيقول لا يوجد لديه ملكية او سيطرة نهائية على الشخص الاعتباري على النحو الوارد في البند 1 من هذه المادة، فبيكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي اللي بيمارس سيطرة على الشخص الاعتباري من خلال اي وسائل اخرى، فبيعد هو المستفيد الحقيقي. فاحنا الاول اعترفنا ان المستفيد الحقيقي يملك في رأس مال الشخص الاعتباري او الشركة 25% او يسيطر بنسبة 25%. لو ما عرفناش نوصل للشخص المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي، فعلينا ان احنا نبحث عن شخص طبيعي يسيطر على الشخص الاعتباري. طيب واذا لم يتم تحديد اي شخص طبيعي اخر على النحو الوارد في البند 4، فيعتبر المستفيد الحقيقي هو الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا. مسؤول الإدارة العليا ممكن يكون مدير الشركة، ممكن يكون مدير العام، ممكن يكون رئيس التنفيذي، ممكن يكون رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال. طيب بيانات المستفيد الحقيقي، يجب على الشخص الاعتباري أن يحتفظ بالتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي منه في سجل ينشئه خلال 60 يوم، معنا شهرين من تاريخ إصدار القرار، اللي هم طبعا المدة مرت خلاص، او من تاريخ نشر القرار، او من تاريخ وجود الشخص الاعتباري. يعني هنفترض اليوم ان في عندنا شركه تم تاسيسها في دوله الامارات، الشركه الجديده او المنشاه الجديده حاليا معها 60 يوم من تاريخ تاسيسها انها تنشئ سجل المستفيد الحقيقي. ويجب على الشخص الاعتباري او المنشاه ان يدرك اي تغيير يطرا على البيانات خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، ويجب أن يتضمن كمان اسم سجل المستفيد الحقيقي بيانات كل مستفيد حقيقي على النحو التالي. إيه هي دي البيانات المطلوبة من كل مستفيد حقيقي في الشركة؟ اسمه بالكامل، جنسيته، تاريخ ومكان ميلاده، مكان إقامته، عنوانه، والتاريخ اللي بترسل عليه الاقتراض بموجب قرار 58. في كمان أمر آخر، رقم وثيقة السفر أو بطاقة الهوية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية، وما هو الأساس الذي بموجبه أصبح مستفيدا حقيقيا في الشركة. يعني في شركة اسمها إكس
هي شخص طبيعي اسم واي هو المستفيد الحقيقي. عايزين كمان نحدد على أي أساس تم اعتبار مستر واي هو المستفيد الحقيقي في شركة إكس، يعني هل بالملكية ولا بالسيطرة ولا هو مسؤول الإدارة العليا زي ما احنا قلنا في السابق. طيب في أمر آخر، لو في أن الصفة زالت عنه كمستفيد حقيقي يجب كمان أنه يصرح إلى المسجل أو سلطات الترخيص في الدولة عن التاريخ الذي توقف فيه الشخص الطبيعي اللي هو المستفيد الحقيقي من هلالين عن كونه مستفيدا حقيقيا للشخص الاعتباري، وإدراك بيانات المستفيد الحقيقي الجديد. ننتقل للسلايد اللي بعده أستاذ أحمد. طيب لو في حال ان تم ادراج اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الحقيقي باعتباره مستفيد حقيقي ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه او بمعرفته البيانات والتفاصيل الخاصه به، فعلى الشخص الاعتباري خلال 15 يوم ان يدرج هذه البيانات. بمعنى ان في شركه حاليا نطرح نفس المثال، شركه اسمها اكس فيها شخص طبيعي مستفيد حقيقي، لكن هذا الشخص المستفيد الحقيقي يعلم أنه تنطبق عليه الأحكام الخاصة بتحديد المستفيد الحقيقي وفقا للقرار 58، ولكنه لم يتقدم بإدراك بياناته في السجل. هنا بقى يجي دور الشركة، على الشركة أنها تتقدم خلال 15 يوم بإدراك بيانات هذا الشخص في سجل المستفيد الحقيقي، ولكل ذي صفة ومصلحة أن يتقدم للمحكمة المختصة بطلب تصحيح بيانات سجل المستفيد الحقيقي، وفي الحالات اللي احنا هنذكرها حصرا وذكرها المشرع على سبيل الحصر. ان ادراج اسم شخص اي شخص او حذفه من سجل المستفيد الحقيقي دون وجود سبب كافي، يعني ايه؟ يعني احنا عندنا السجل المستفيد الحقيقي تم ادراج اسم شخص طبيعي ان هو مستفيد حقيقي، او تم حذف بيانات اسم شخص طبيعي كان موجود في السجل ولكن دون مبرر او دون سبب، فعليه ان يتقدم للمحكمة على طول بطلب التصحيح. عدم ادراج اسم الشخص الطبيعي في السجل من الأساس، حدوث أو حدوث تأخير غير مبرر في إدراج اسم شخص في السجل المستفيد الحقيقي أو حذف اسم شخص لم يعد مستفيد حقيقي، كل هذه الأمور تخضع للاختصاص المباشر للقضاء للمحكمة، وعلى لكل ذي صفة ومصلحة أن يتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة المختصة. ولا يجوز للشخص الاعتباري تسجيل أو إنفاذ أي وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه ما لم يقدم المنقول إليه أو من ينوب عنه بيانات أو بيان يتضمن ما إذا كان النقل سينتج عنه. كمل أستاذ أحمد، معذرة السطر مش واضح تحت، ممكن ننتقل بس تحت شوية. نعم، وبالتالي يعني يكون المثال في حال نقل الملكية، أنا اليوم مثلا أمتلك نسبة معينة في رأس المال وأنا أرغب في التنازل عن هذه النسبة في رأس المال إلى شخص آخر، فيجب أن عند التنازل أو النقل أو حتى يعني بيسموه حتى تبادل أسهم أو حصص ما بين شخصين في شركتين مختلفتين، يجب أن الكلام ده يتم بموجب وثيقة، يعني بموجب عقد بيع أسهم، عقد بيع حصص إلى آخره. ما ينفعش أن أنا اليوم أجي أقول والله أنا شريك في شركة X وأرغب في نقل ملكيتي في لشركة لشريك آخر وأعطيله الأسهم أو الحصص بدون سند أو بدون وثيقة. ننتقل للسلايد اللي بعده. الشفافية والمستفيد الحقيقي، يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ الإجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولا بأول. أي شخص طبيعي في دولة أي شخص اعتباري في دولة الإمارات عليه أن يتخذ من الإجراءات المعقولة أن يحصل على بيانات دقيقة ومحدثة وملائمة أول بأول عن المستفيد الحقيقي منه والاحتفاظ بتلك البيانات. تمام؟ ولكن يستثنى من هذا البند فقط وليس من القرار، يستثنى من هذا البند الشخص الاعتباري المرخص أو المسجل في الدولة والمملوك لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع لمتطلبات قواعد الإفصاح، لأن قواعد الإفصاح في الأسواق المالية لها يعني رولز، لها أحكام، لها شروط يجب أنها تتبعها كل شركة مدرجة في السوق المنظمة لتفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي، أو أن تكون شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لتلك الشركة المدرجة. تمام؟ وبالتالي ففي حال أن في شركة مملوكة من شركة هذه الشركة مدرجة في السوق، فعليها أو سوق منظمة عليها أن تخطر المسجل باسم السوق المالي فقط،
أما لو كان سوق غير منظم فعليها أنها تقدم بيانات المستفيد الحقيقي وتحتفظ بالسجل لديها وتقدمه إلى المسجل. في بعض الإخطارات اللي بتصدر أيضا عن الشخص الاعتباري، فبيقول إذا تبين للشخص الاعتباري وجود شخص يمكن أن يكون مستفيدا حقيقيا ولم يتم تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة به بشكل صحيح في سجل المستفيد الحقيقي، فعلى الشركة اللي هو الشخص الاعتباري الاستفسار، يقدم استفسار لهذا الشخص الطبيعي عن وضعه باعتباره مستفيدا حقيقيا، وإذا انقضت مدة 15 يوم من تاريخ الاستفسار دون رد فعلى الشخص الاعتباري اختاره بذلك. بمعنى أنا عندي شركة اليوم اسمها شركة X، يوجد هناك شخص طبيعي اسمه Y، الشخص الطبيعي ده لم يتقدم بطلب إدراج بياناته في السجل المستفيد الحقيقي، فعلى الشركة أنها تخطره خلال 15 يوم أن أنت تنطبق عليك الشروط كمستفيد حقيقي ولكن لك لم تتقدم بهذا الطلب، فبتخطره أن هو خلال 15 يوم يتقدم بطلب إدراج البيانات. ويتضمن الإخطار اللي بيصدر من الشركة اللي هو الشخص الاعتباري إلى الشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي داخل هذه الشركة ما يفيد صدور الإخطار بموجب هذا القرار، وتفاصيل البيانات ذات الصلة بكونه مستفيد حقيقي واللي بيعتقد الشخص الاعتباري إن هو إنها بيانات صحيحة مع طلب توفير البيانات الناقصة والمطلوبة لاستكمال بيانات سجل المستفيد الحقيقي. وكمان يطلب من الشخص المرسل إليه اللي هو الشخص الطبيعي ما يلي: بيان ما إذا كان هو المستفيد الحقيقي في الشخص الاعتباري من عدمه، تأكيد أو تصحيح أي تفاصيل مدرجة في الإخطار خلال 15 يوم من تاريخ زوال هذه الصفة. تمام، ننتقل للسلايد اللي بعده أستاذ أحمد. ويتضمن أيضا الـ زي ما احنا قلنا بيان المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري، تأكيد أو تصحيح أي ملكية تفاصيل في المدرجة في الإخطار، تقديم أي بيانات ناقصة في الإخطار. ده بالنسبة للشخص الطبيعي إن هو هيوافي بيها الشركة كشخص اعتباري. ننتقل للسلايد اللي بعده أستاذ أحمد. طيب، لو في حال إن الشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي لم يمتثل للإخطار اللي صدر له من الشركة أو المنشأة في دولة الإمارات خلال 15 يوم اللي احنا ذكرناهم من تاريخ الإرسال الإخطار إليه، فعلى الشخص الاعتباري اللي هي الشركة إدراج التفاصيل اللي تم الإبلاغ عنها في سجل المستفيد الحقيقي. يعني أنا عندي شركة اليوم فيها زي ما قلنا مثل شركة X فيها مستفيد حقيقي اسمه مستر Y، لم يتم إدراج بياناته في السجل، فالشركة أخطرته خلال 15 يوم أنه يدرج بياناته ويأكد أنه هو المستفيد الحقيقي، ولكن هذا الشخص الطبيعي ما امتثلش، ما سمعش كلامهم يعني. فعلى الشركة خلال 15 يوم أنها تدرج بياناته طالما هي تأكدت أو الشركة تأكدت أنه هو ده فعلا الشخص المستفيد الحقيقي. للشخص الاعتباري بغرض تحديد هوية المستفيد الحقيقي أن يعتمد على رد الشخص المكتوب على الإخطار ما لم تتوفر لديه أسباب معقولة للاشتباه أن الإجابة خاطئة أو مضللة أو غير صحيحة، فعليه على الشخص الاعتباري يعني تسجيل ملكية الانتفاع الخاصة بالشخص الطبيعي باعتباره مستفيد حقيقي ويخطره كمان بذلك. في عندنا كمان نوع آخر من الإدارة وهو أعضاء الإدارة الإسميين. يعني عضو إدارة إسمي هو شخص موجود في إدارة الشركة ولكنه يعني بيتصرف وفقا لتوجيهات وتعليمات شخص آخر، يعني يعتبر كده هو بس ظاهر في الصورة وفي شخص آخر هو اللي بيتحكم في كل قراراته. فيجب على المدير أو عضو الإدارة الإسمي الذي يتصرف كعضو إدارة إسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضوا إسميا، وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة 10 من القرار خلال 15 يوم من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، صفته كعضو إدارة إسمي زي ما قلنا شخص يعني بيتصرف وفقا لتوجيهات وتعليمات شخص آخر. وعلى عضو الإدارة الإسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار اختار الشخص الاعتباري اللي هي الشركة خلال 30 يوم من تاريخ نشره، من تاريخ نشر هذا القرار. ننتقل للسلايد اللي بعده أستاذ أحمد. على عضو الإدارة الإسمي أيضا أنه يبلغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة 10 من القرار خلال برضو 15 يوم من تاريخ هذا التغيير. لو حصل ان هو تغير في منصبه، اسمه تغير يعني منصبه تغير داخل الشركة، عليه انه يخطر الشركة خلال 15 يوم بهذه التغييرات.
وعلى عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال الصفة أيضا لو زالت عنه صفة باعتباره عضو إدارة إسمي خلال أيضا 15 يوم. هنلاحظ أن فكرة ال 15 يوم دي هتتكرر كتير معانا في الورشة إن شاء الله من خلال التعديل أو إدراج البيانات. طيب ننتقل للمحور الثالث وهو التزامات المسجل والإخطارات الصادرة عنه وسرية البيانات. في بعض الالتزامات ألقاها المشرع في القرار 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي على الشركات أو على المنشآت وعلى المسجل. فعندنا عند التزامات المسجل في إعداد وإصدار نماذج العمل على كل سلطة ترخيص في الدولة، عليها إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الاسترشادية المتعلقة بإجراءات الترخيص أو التسجيل بالشكل المطلوب اللي بيحقق الفاعلية. وكمان على المسجل اللي هي سلطة الترخيص يعني سواء على أرض الدولة أو المناطق الحرة غير المالية يوفر الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال، ويؤتمت البيانات، ونحط طبعا خط تحت كلمة أتمتت البيانات إن كل سلطة الترخيص عليها إنها تؤتمت البيانات تعملها بشكل إلكتروني مؤتمت بيتم استلامها من خلال المنصات اللي احنا طبعا حضراتكم تعلموها جيدا، وتصنيفها أيضا على النحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب. وعلى كمان المسجل أن يوفر البيانات المطلوبة في شأن السجل الاقتصادي الوطني خلال 6 شهور من تاريخ نشر قرار 58 وأي بيانات أخرى تطلبها وزارة الاقتصاد. في أيضا توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على كل مسجل في دولة الإمارات إنه يصنف بعض البيانات ويوفرها ويتاحها للجمهور، زي مثلا وصف أنواعها وأشكالها المختلفة وسماتها الأساسية، إجراءات الترخيص والتسجيل، إجراءات الحصول على البيانات الأساسية الوردة اللي احنا قلنا عليها الاسم وعقد التأسيس والنظام الأساسي الوردة في البند 1 مادة 4 من هذا القرار، إجراءات الحصول على البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي. ننتقل للسلايد اللي بعد أستاذ أحمد. كمان على المسجل أو سلطة الترخيص في أرض الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية إنها تحتفظ بالبيانات الواردة في البند 1 مادة 4 من هذا القرار والتأكد من دقتها وتحديثها وإتاحتها للجمهور. وكمان يحصل على بيانات المستفيد الحقيقي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها والتأكد من دقتها. في عندنا كمان الاحتفاظ بكافة السجلات التي سلمت إلى المسجل بموجب البند 7 من المادة 11 من هذا القرار لمدة 5 سنين من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري سواء كان بالحل أو بالشطب أو التصفية. يعني معنى الكلام إن لو في شركة اليوم تم تصفيتها أو حلها أو شطبها على الشخص الاعتباري إن يحتفظ بالبيانات الخاصة بالسجل المستفيد الحقيقي على المسجل يحتفظ فيها لمدة 5 سنوات. في كمان التزام على المسجل آخر وهو تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند 1 من المادة 4 من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين بصفة مستمرة وبناء على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات وتوفيرها إلى الوزارة والإفصاح عنها بناء على طلب الجهات المعنية. ننتقل للسلايد اللي بعده أستاذ أحمد. يجب أن يحتفظ الشخص الاعتباري بجميع البيانات الأساسية الواردة في المادة 8 من هذا القرار قرار 58 وبيانات سجل الشركاء أو المساهمين وبيانات سجل المستفيد الحقيقي. زي ما احنا قلنا في بداية الورشة إن كل شركة في دولة الإمارات عليها الاحتفاظ بالسجلين منفصلين عندها في مقر الشركة وتقديمها إلى المسجل وبيانات السجل المرتبطة به وأي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلب منه الاحتفاظ بها بموجب التشريعات النافذة، ولكن تكون هذه البيانات دقيقة ومحدثة أولا بأول. يجب أيضا على الشخص الاعتباري كشركة تقديم أو أي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات أو هذه المعلومات في غضون 15 يوم، في خلال 15 يوم من تاريخ هذا التعديل أو التغيير. ننتقل للسلايد اللي بعد أستاذ أحمد. طيب في بعض الإخطارات اللي بتصدر بقى من سلطة الترخيص إلى الشركات، في بعض المراسلات إخطارات تصدر من سلطة الترخيص كمسجل يعني إلى الشركات أو الأشخاص الاعتبارية في الدولة. يلتزم الشخص الاعتباري
أو أي شخص آخر لديه بيانات أو مستندات تتعلق بالمستفيدين الحقيقيين أو أعضاء الإدارة الإسميين دون المساس بأي امتياز يتمتع به هذا الشخص، بطلب المسجل منهم تقديم أو إطلاع العاملين لديه أو وكلائه المفوضين بتلك البيانات أو المستندات، وذلك بموجب إخطار كتابي يرسل إلى أي منهما في الزمان والمكان المحددين في الإخطار. وبتشمل أيضا الصلاحيات المخولة للمسجل بموجب البند واحد من هذه المادة أن يأخذ نسخ من المستندات المقدمة وفقا للظروف اللي بيراها المسجل ضرورية، وكمان من يطلب المسجل من الشخص الاعتباري الواجب، وكمان من الشخص الواجب عليه تقديم البيانات أو المستندات في حال عدم تقديمها بيان مكانها والحضور في الوقت والمكان المحددين من قبل المسجل والإجابة على أي أسئلة ذات صلة بأمور أو بأي أمور يتطلب تقديم بيانات عنها. ننتقل للسلايد اللي بعده أستاذ أحمد. ولكن يعفى المحامين وأصحاب المهن القانونية المستقلين ومدققو الحسابات القانونيين من تقديم أي بيانات مطلوبة في الإخطار إذا كان الحصول عليها بمناسبة قيامهم بتقييم وضع للشخص الاعتباري أو الدفاع عنه أمام القضاء وتمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو التوثيق، أو تقديم رأي قانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، سواء كانت تلك البيانات قد تم الحصول عليها من قبل اتخاذ الإجراءات القضائية أو أثنائها أو بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية. معنى هذا الكلام السادة الحضور الكرام إن لو في عندنا اليوم محامي أو محاسب مدقق حسابات حصل على بيانات المستفيد الحقيقي من خلال قيامه بمهام عمله في الدفاع أو في الحصول أو تقديم استشارة لشركة تعمل في الدولة، وحصل على بيانات المستفيد الحقيقي بمناسبة إن هو كان بيمثل عميله أمام القضاء أو أمام التحكيم، فيعفى المحامين والمدققون الحسابات من تقديم بيانات المستفيد الحقيقي لأنهم حصلوا عليها نتيجة قيامهم بمهام عملهم. ولكن يحظر على الوزارة والمسجل الإفصاح عن بيانات سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشركاء أو المساهمين وإتاحتها لأي شخص ما لم يحصل على موافقة كتابية من المستفيد الحقيقي أو عضو الإدارة الإسم. ويستثنى من حكم البند واحد من هذه المادة التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار، ما تنص عليها أيضا القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، خاصة الأحكام المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، لأن في الأخير الجميع يعلم أن المستفيد الحقيقي هو جزء لا يتجزأ من منظومة كبيرة اسمها مواجهة جرائم غسل الأموال. تقوم الوزارة بتوفير البيانات الأساسية الواردة في البند واحد من المادة 4 اللي احنا قلنا عليها عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى آخر ما جاء بالمادة 4، وبيانات سجل المستفيد الحقيقي والسجل الشركاء أو المساهمين إلى الجهات المعنية في الدولة. وتقوم الوزارة أيضا بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن البيانات الأساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المستفيد الحقيقي والسجل الشركاء أو المساهمين على أن يتضمن هذا التعاون تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على البيانات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشخص الاعتباري، وتبادل البيانات والمعلومات حول الشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري، استخدام الصلاحيات للحصول على كافة بيانات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات النظيرة الأخرى. تشرف الوزارة على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على البيانات الأساسية للشخص أو للأشخاص الاعتباريين والبيانات الأساسية الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيدين الحقيقيين خارج الدولة. السلايد اللي بعده أستاذ أحمد. المحور الخامس والأخير وهو الجزاءات الإدارية والتظلم. بتاريخ 23 مايو 2021 الماضي صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم 53 لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية التي تم توقيعها وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقع رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي خلال 30 يوم من تاريخ الإخطار، وذلك أمام لجنة بتشكل لهذا الغرض، لجنة تظلمات تشكل بقرار من معالي وزير الاقتصاد أو من سعادة رئيس سلطة الترخيص المفوض، على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه إليها. حدد كمان القرار رقم 53 لسنة 2021 عدد، وتم حصر عدد 13 جزاء إداري يوقع على المنشآت المخالفة لأحكام القرار 58 لسنة 2020 بما في ذلك المصفي. وتندرج القرارات في توقيع، وتدرج القرار في توقيع الجزاءات الإدارية ابتداء بالإنذار في المرة الأولى والغرامة في المرة الثانية ومضاعفة الغرامة في المرة الثالثة، علاوة على إيقاف الرخصة التجارية وتقييد صلاحيات مجلس الإدارة أو المديرين أو الملاك تبعا لذلك بحسب الأحوال. معنى هذا الكلام أن القرار 53 لما صدر وحدد بعض المخالفات وعددهم 13 مخالفة لأي شركة وأي منشأة مسجلة في دولة الإمارات تخالف أحكام القرار 58 في شأن المستفيد الحقيقي. وبناء عليه ولو في أي منشأة خلفت هذا أي حكم من هذه الأحكام وفقا للجدول الموضح في جدول تم تحديده بعدد المخالفات اللي هم 13، بيتم اتخاذ أو تدرج القرار في ثلاث محاور رئيسية على مخالفة الشركات. لا يتم مخالفة الشركات بشكل مباشر إطلاقا، ولكن يتم توجيه إنذار كتابي، بعدين مخالفة خلال المدة المحددة ل 15 يوم أو على حسب الأحوال، يتم المرحلة الثانية توقيع غرامة مالية، المرة الثالثة تضاعف تلك الغرامة مع بعض التقييد مع تقييد لبعض الصلاحيات الخاصة بمجلس الإدارة أو وقف الرخصة التجارية. ننتقل للسلايد اللي بعده أستاذ أحمد. إحنا اليوم استعرضنا في الورشة اليوم المحاور الرئيسية الخاصة بورشة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، لكن المهم علينا اليوم لو إحنا طرحنا السؤال على الحضور الكريم، السؤال في عندنا هيكل معقد، وده البيئة الخصبة لأي مستفيد حقيقي يرغب إن هو يتستر أو يبعد عن الأضواء إلى حد بعيد أو حد كبير، لأن الراجل اللي بيغسل أموال أو اللي هو المفروض بيستهدفه القرار 58 أو حتى القوانين ذات الصلة بمواجهة جرائم غسل الأموال مش هيفصح عن صفته أو يبين شكله أو يبين من هو إلى سلطات أو جهات إنفاذ القانون في الدولة بشكل مباشر أو بشكل سهل، فيجب عليه أنه هو يكون داخل هيكل معقد للشركات. فعندنا مثلا في منشأة مؤسسة في دولة الإمارات، في عندنا منشأة مؤسسة في دولة الإمارات فيها منشأة واحد ومنشأة اثنين، منشأة واحد تمتلك 50% من رأس مالها، منشأة اثنين كذلك 50% من رأس المال. ففي الأخير احنا محتاجين نحدد، حضراتكم تقولوا لنا دلوقتي في تكتبوا لنا في الشات من هو المستفيد الحقيقي وفقا للهيكل المعقد ده، وبنعطي لكم دقيقة إن شاء الله، وأرجو أن الإجابة تكون في الشات. فكروا في السؤال، هو سؤال سهل وبسيط. عندنا منشأة اللي هي اللي تحت اللي موجودة مكتوب منشأة أو المنشأة، عايزين نعرف مين هو المستفيد الحقيقي في الهيكل المعقد اللي احنا شايفينه امامنا، وبنعطي لكم دقيقة ان شاء الله. طيب هنا بالنسبة للإجابات اللي احنا إن شاء الله هنستعرضها، ممكن يا أستاذ أحمد في بعض الإجابات وصلت، كل شخص العضو المنتدب أو المدير العام، تمام. في أي إجابات أخرى؟ يعني
طيب احنا هنا هيتباين عندنا ان في شخصين مستفيدين حقيقيين في الهيكل المعقد اللي احنا قلناه، شخص جيم والشخص طبيعي باء، شخصين طبيعيين زي ما قلنا. طب ليه؟ على اي اساس تم احتساب الشخص الطبيعي بالمسمى جيم والشخص الطبيعي باسم باء؟ المنشأة اللي تحت اللي احنا بنتحدث عنها اللي هي في بداية السؤال فيها اتنين مساهمين، اللي هي المنشأة واحد والمنشأة اتنين، كل شركة فيهم يعني بتمتلك 50%. لما نيجي للمنشأة واحد نمشي وراها نعرف مين هم مساهمين المساهمين، هتلاقي ان المنشأة ثلاثة بتمتلك 75% من رأس مال المنشأة واحد، وفي شخص طبيعي هناك ألف يمتلك 25% من المنشأة واحد. يبقى أول شيء أنا هضع إيدي عليه أدور على الأشخاص الطبيعيين أولا في الهيكل المعقد، أشوف منه كم عددهم وابتدي أدور معهم. طلع الشخص الطبيعي ألف بيمتلك 12.5%. ليه؟ لأن إحنا لو إحنا قلنا 25% اللي هي نسبة ملكيته في المنشأة واحد، هنقول 25 في 50 على 100، هيطلع لنا ان نسبته تصل الى 12.5%، لا يحقق النصاب المطلوب اللي هو 25% ملكيه في راس المال. فبالتالي هيتم استبعاد الشخص الطبيعي الف، وبالتبعيه هيتم استبعاد المستفيدين الحقيقيين على الاشخاص الاعتباريه كمنشات، لان لا يجوز ان يكون هناك شخص مستفيد حقيقي شركه، يجب ان يكون شخص طبيعي. طيب ننتقل الى الشخص جيم. الشخص جيم وعندنا منشاه خمسه، فعندنا احنا انتقلنا اليوم من مساهمين المساهمين المساهمين، يعني المستوى الثالث من المساهمه او الشراكه، شركاء الشركاء او شركاء الشركاء الشركاء. فلما بحثنا طلع عندنا شخص طبيعي اسمه جيم، وفي منشاه رقم خمسه. جيم بيمتلك 80% ومنشاه خمسه بتمتلك 20% من راس مال المنشاه ثلاثه. فلما نيجي نحسب 80 في 75 على 100 هيطلع لنا 30. يبقى أول شيء كده عندنا الشخص الطبيعي جيم أصبح هو المستفيد الحقيقي، لأن بيتخطى ال 25% نسبة الملكية والسيطرة في رأس المال هو طبعا يملك. على الجانب الآخر عندنا المنشأة 2 فيها 2 مساهمين أو 2 شركاء، منشأة رقم 4 وشخص طبيعي اسمه باء. المنشأة رقم 4 بتمتلك 50% والشخص الطبيعي بقى أيضا يمتلك 50%. يبقى احنا هنستبعد بالتبعية المنشأة رقم 4 وهننتقل إلى الشخص الطبيعي بقى. فلما يكون 25% في 50 على 100 يطلع لنا 25، يبقى احنا حددنا هناك أيضا في هذا الهيكل المعقد شخص طبيعي آخر أصبح مستفيد حقيقي. طيب ننتقل للشركاء الشركاء الشركاء، المستوى الثالث من المساهمين أو الشركاء. اتضح عندنا المنشأة رقم 6 وشخص طبيعي يدعى دال، استبعدنا المنشأة 6 خلاص لأن هو ما ينفعش يكون منشأة 6 شخص مستفيد حقيقي. شخص طبيعي دال بيمتلك 50% من رأس مال منشأة رقم 4، فلما نيجي نحسب 50 في 50 على 100 هيطلع لنا 12.5%. يبقى لا ينطبق عليه الحد الأدنى اللي هو 25% حد أدنى لملكية رأس المال. فبالتالي في السؤال الأول عندنا شخصين طبيعيين جيم وباء هم فقط المستفيدين الحقيقيين دون النظر إلى باقي الـ 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 الأشخاص الطبيعيين الآخرين نظرا لعدم إتمام النصاب أو النصاب لم يكتمل بعد. في عندنا سؤال تاني وهنعطيكم دقيقة كمان بحد أقصى إن حضراتكم تجيبون على هذا السؤال. في عندنا منشأة فيها 2 شركاء، شركة وشخص طبيعي. الشركة فيها شركاء أيضا اللي هم منشأة 2 وشخص آخر يدعى سعيد، عايزين نحدد من هو المستفيد الحقيقي وبنعطيكم دقيقة.
أعتقد كده الصوت واضح. كده الصوت واضح. طيب عندنا منشأة فيها اتنين شركاء أو اتنين مساهمين، المنشأة واحد وسالم. يستبعدنا المنشأة واحد وسالم هو اللي بيتم النظر إليه باعتباره شخص طبيعي. تمام؟ طيب الإجابات وصلت، معظم الإجابات تركزت إن سعيد هو المستفيد الحقيقي. معظم الإجابات وصلت إن سعيد هو المستفيد الحقيقي. لو حسبنا إن سعيد بيمتلك 80% من رأس مال شركة أو منشأة، بيمتلك 80% من رأس مالها، فلو إحنا حسبنا 80 في 30 على 100 هيطلع لنا نسبته 24%. أما سالم يصبح هو المستفيد الحقيقي بشكل مباشر، بشكل مباشر، لأن هو تخطى النصاب بنسبة 25% بزيادة. أما سعيد لا ينطبق عليه هذا الحكم لأنه هو يمتلك نسبة 24% وليست 25%. ننتقل للسؤال اللي بعده أو المثال اللي بعده أستاذ أحمد إذا بتسمح لي. عندنا سؤال ثلاثة، أرجوكم ركزوا في السؤال ده كويس جدا لأن فيه من الأهمية بمكان الحصول على من هو المسيطر أو من هو المستفيد الحقيقي. مع حضراتكم دقيقة. طيب المهلة انتهت، نشوف من هو المستفيد الحقيقي، يعني منى ونورة وخالد. طيب ليه قلنا الكلام ده ان هو مستفيد حقيقي؟ ليه؟ احنا عندنا منشأة فيها منشأة واحد ونورة. نورة بتمتلك 50%، خلاص حددناها انها مستفيد حقيقي، لكن الهدف من هنا هو السيطرة. الهدف من المثال المطروح هو السيطرة. السيطرة لأن منى اليوم عندنا في منشأة فيها اتنين شركاء، منشأة واحد ونورة. نورة بتمتلك 50، المنشأة بتمتلك 50. خالد يمتلك 100% من المنشأة رقم واحد، فبالتبعية خالد أصبح هو فعلا المستفيد الحقيقي باعتباره مسيطر بالكامل، ولكن هو وقع اتفاقية أو أعطى وكالة لشخص آخر طبيعي منى، فمنى تصبح هنا اليوم هي مسيطرة على المنشأة رقم واحد. تصبح هي المسيطرة على المنشأة رقم واحد، وبالتالي يتم اعتبار أن منى كشخص طبيعي مسيطرة على حصة خالد في المنشأة رقم واحد، فهنا تتحقق نسبة 25% أو أكثر من رأس المال بالسيطرة، وبالتالي يصبح عندنا المستفيد الحقيقي نورة وبالسيطرة هتصبح منى. ننتقل إلى السؤال اللي بعده أستاذ أحمد. السؤال رقم 4، هنعطي لحضراتكم دقيقة تفكروا في السؤال وتعطونا الإجابة بشكل صحيح في التشاتنج. جالنا إجابة أن الكل هو المستفيد الحقيقي. في إجابة أخرى، علي وحمدي. نعم. مريم وعلي، مريم بالسيطرة. تمام. إحنا هنشوف الإجابة على هذا السؤال.
في المنشأة فيها 4 شركاء وكلهم أشخاص طبيعيين، ولكن هو الحكمة من هذا المثال أو السؤال هو تحديد السيطرة، بالسيطرة من هو المسيطر، لأن الملكية قد تكون نصاب فيها لم يتحقق ولكن السيطرة تحققت. حمدي زي ما احنا شايفين يمتلك 20% من رأس مال الشركة، وعندنا علي يمتلك 30%، وباسم ومريم نفس النسب متوزعة بنسبة 100% من رأس المال. كل شخص بيختلف عن الشخص الآخر. علي أصبح مستفيد حقيقي بشكل مباشر لأنه يمتلك 30% فتجاوز 25. صح. عندنا الأستاذ حمدي يمتلك 20، لا ينطبق عليه هذا الشرط أنه يمتلك 20، ولكن في اتفاقية وقعها أو وكالة وقعتها مريم مع حمدي، بالتالي يصبح حمدي مسيطر على نسبة مريم في هيكل أو في رأس مال الشركة، ويصبح حمدي يسيطر على نسبة 50% من الشركة. فمش بالضرورة أو بالتبعية أن يكون المستفيد الحقيقي، إحنا هنشوف لا يمتلك 25% نستبعده على طول، لا مش صحيح. يجب أن إحنا نتعقبه كسلطات ترخيص، وعلى الشركات أيضا أنها تتعقب هذا الشخص الطبيعي وتشوف إذا كان هو يملك فعلا ولا يملك ويسيطر أو يسيطر فقط. ننتقل إلى السؤال التالي يا أستاذ أحمد. في عندنا سؤال الخامس، هيكل أيضا معقد إلى حد بعيد، عايزين نركز في السؤال وأعطيكم دقيقة كمان إن شاء الله للإجابة على هذا السؤال. مراد، يحيى، مش عارف اذا كانوا اعتبروني انا مستفيد حقيقي في الورشه النهارده ولا لا، بس يعني يمكن عشان حطوا اسمي كمان ان انا ممكن اكون مستفيد حقيقي في المثال المطروح. احنا عندنا اشخاص طبيعيين وعندنا شركه مدرجه في السوق. نركز في السؤال شويه. شركه مدرجه ويحيى فقط، تمام. طيب نشوف الإجابة على السؤال. مراد ويحيى، طب ليه الإجابة طلعت مختلفة عن معظم الإجابات اللي وصلت لنا؟ ليه؟ إيه الحكمة؟ الحكمة في السؤال ده أو في تحديدا المثال اللي تم طرحه، إن إحنا عندنا شركة فيها 2 شركاء، شركة مدرجة في سوق أسهم وعندنا منشأة رقم 1، كل شركة فيهم تمتلك 50%، 50-50. الشركة المدرجة في سوق الأسهم أو في سوق المنظمة عليها أنها تفصح عن اسم السوق للمنشأة نفسها، تقول أنا مثلا شركة مملوكة لشركة مقيدة في سوق منظمة، عليها أن تفصح عن اسم السوق، تمام، أو السوق الأوراق المالية اللي هي المفروض، أو في السوق المنظمة اللي هي المفروض خاضع عليه. طبعا المنشأة 1 مستبعدة. الحكمة من السؤال أن احنا نركز على شركة مملوكة من شركة مدرجة في سوق منظمة. طيب لما ننتقل للمنشأة 1 طلع عندنا يحيى وطلع عندنا المنشأة 2، بغض النظر ان كان اعتبار المنشأة 2 هي لن تصبح مستفيد حقيقي على الإطلاق، فهنركز على يحيى في السؤال المطروح. 50 في 50% هيطلع لنا 25، يبقى يحيى انطبق عليه وتحقق النصاب باعتباره مستفيد حقيقي في هيكل معقد إلى حد ما. طيب نبدأ ندور على الشخص الطبيعي اللي بعده وهو مراد، 12.5%. ليه؟ لما نيجي نحسب 50 في 50 على 100 هيطلع لنا الراجل ده بيمتلك الربع، 12.5% من رأس مال المنشأة، فبالتالي لا تقول إليه الملكية أو السيطرة النهائية كمراد، ولكن ينطبق على يحيى وعلى الشركة المدرجة، على الشركة المدرجة في سوق الأسهم أو في سوق منظمة عليها أن تفصح عن اسم هذا السوق. ننتقل إلى اللي بعده أستاذ أحمد. في السؤال اللي بعده عندنا منشأة فيها هيكل معقد، أرجو من حضراتكم أن أنتوا تركزوا في هذا السؤال مرة أخرى وتعطونا إجاباتكم في خلال دقيقة بحد أقصى.
مدحت ومنير وصلت الإجابة الأولى، مدير الشركة هو المستفيد الحقيقي. اللي بعده، المستفيد الحقيقي هو الشخص المتحكم بالقرارات. تمام، اللي بعده، في إجابات أخرى؟ ولا واحد مستفيد حقيقي. توفيق، مدحت، توفيق فقط. طيب، الإجابة على التساؤل ده كان لغرض يعني أحيي الشخص اللي كان بيقول إنه من مسؤول الإدارة العليا، أحييه على الإجابة بتاعته حقيقي. وننتقل إلى الإجابة، هو هيكون مسؤول الإدارة العليا فعلا. أحييك على إجابتك الدقيقة. معلش بس أنا ما الاسم يعني ما ظهرش أمامي أو ما لحقتش أقرأ اسم سعادتك، لكن أحييك على إجابتك فعلا على هذا المثال في السؤال 6 اللي هو الإدارة العليا، مسؤول الإدارة العليا. لأن هؤلاء الأشخاص جميعا لو احنا حسبنا زي ما قلنا النسب مضروبة في النسب على 100، مش هتظهر عندنا مستفيد حقيقي، هيظهر عندنا مسؤول الإدارة العليا. أرجو تتقبل تحياتي مرة أخرى. تمام، لأي أسئلة أو أي اقتراحات نرجو من حضراتكم أنك أنتوا تكتبوا في التشاتينج، وسعادة الأستاذ أحمد الحوسني وسعادة الأستاذ عبيد المهيري بيتلقوا الأسئلة، ولو في أي سؤال إحنا حاضرين إن شاء الله للرد عليه. تفضلوا. السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نحب نشكركم على مشاركتكم في هذه الورشة اليوم اللي هي تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. إذا الصوت واضح أرجو أنكم تخبروني أنكم تسمعوني، هذا شيء واحد. الشيء الثاني، تم طرح تقريبا اللي قدرت أحصرهم 4 أسئلة في الشات، وإذا في أسئلة ثانية إن شاء الله بنجاوب عليها لكم. السؤال الأول، ما يحضرني بصراحة اسم الشخص، كان يقول هل الشركات التي لا توجد فيها شخص اعتباري ضمن الشركاء وكان كل الشركاء طبيعيين يطلب منها هذه البيانات عن كل الشركاء، مع العلم أن كل البيانات معروفة في الرخصة التجارية وعقود التأسيس؟ هي نعم يطلب منها، لأن نحن اليوم لازم نفرق بين سجل الشركاء وسجل المستفيد الحقيقي. السؤال الثاني، ما المقصود أن المستفيد الحقيقي يملك 25% بشكل غير مباشر؟ نفس ما تم توضيحه في الهياكل المعقدة، اليوم ما في ملكية بشكل مباشر عندي أنا في الشركة، لكن اللي يملك شركة ورا شركة ورا شركة لين ما أوصل إلى الشخص الطبيعي، فهذا بيكون عنده ملكية بشكل غير مباشر. في السؤال الثالث، أظن من الأخ محمود عزت، يعني كده أن نسبة ملكية الشخص الطبيعي في هيكل الملكية المعقد هي نسبته في الشركة اللي بيملك فيها بشكل مباشر وليس في الشركة الأصلية، موضوع النقاش. الله يسلمك، سواء كانت الملكية عنده بشكل مباشر أو غير مباشر، متى ما يوصل 25% أو أكثر فهو يعتبر مستفيد حقيقي. في أحيانا بعد تكون في سيطرة، لأن إذا كان بعد في سيطرة لازم نحن يعني نتحقق من هذا الشيء ونطلع منه هو المستفيد الحقيقي من وراء الشركة أو مسيطر عليها. كيف ممكن الإجابة بدون معرفة طبيعة الاتفاقية؟ اليوم على الشخص الاعتباري أن يقوم بالعناية، واجب أن يتحقق ويتأكد من كل الاتفاقيات اللي خلف هذه الشخصية الاعتبارية ومقدمين البيانات عنده، أو الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية اللي موجودة في السجل عنده، لأن اليوم هذا دوره وبعدها هو بيوفر لي هذا البيان. الاتفاقية ما إلها معنى محدد شو ما يكون شكل الاتفاقية، وحتى يمكن تكون حد باور اوف اتورني او اللي هي توكيل، او مثلا يعني في بعض الاحيان بيكون فيها تراست او عهده خلف هذه الشركه، او شو ما يكون تكون الاليه او العقد اللي موجود وتم يعني التعامل به.
مسؤولية المستفيد الحقيقي في حالة تصفية الشركة. المسؤولية أنه اليوم من المستفيد الحقيقي مسؤوليته أنه بس يقدم البيانات، إذا كان مقدمها بشكل سابق وهو ما ظل لين ما بدأت تصفية، وظل المستفيد الحقيقي لين وقت تصفية الشركة، فما عليه أي شيء إلا إذا تغير قبلها فلازم يحدث هذه البيانات. ماذا بالنسبة للمؤسسة الفردية المملوكة 100% من المواطن ويوجد مدير على الرخصة ولكن بدون وكالة أو اتفاقية؟ إذا كان المدير هو مسيطر بشكل كامل على هذه الرخصة ويستفيد منها من غير المواطن، نعم بيكون مستفيد حقيقي بالصيدلة. رتبت تعديلات قوانين الشركات الأخيرة عقوبات رادعة على مخالفة الشركاء للقانون في هذه التعديلات تؤخذ بعين الاعتبار في إجراءات المستفيد الحقيقي. الله يسلمك، قرار المستفيد الحقيقي ما يخل بأي عقوبات ثانية، وإذا في العقوبات اللي من درجة تحته لازم توقع هاي المخالفات إضافة إلى أي مخالفات في أي تشريع ورد في تنظيم ثاني. أتمنى أني جاوبت على كل الأسئلة اللي لحقت أقراها. لدينا صعوبة باللغة بتبليغ الشركات بإنذار كتابي العدد عدم تواجد مقر للشركة، ما هي شروط تسليم الإنذار؟ أخ رافد، الشروط هي ما في شروط معينة، بمجرد أنت أرسلت الإنذار وفقا للبيانات اللي موجودة عندك فأنت خلاص دورك كمسجل أنك وصلت هاي الإنذار إلى هاي الشركة، لكن إذا الشركة ما استلمت أو مش موجودة في مقرها فأنت بتوقع عليها المخالفة من خلال السجل عندك. نعم، أو بالبريد الإلكتروني أو بالكورير أو شو ما يكون. عندما يمتلك شخص طبيعي 25% أو أكثر ثم يتفق مع مسيطر آخر، في هذه الحالة لماذا ننظر إلى المسيطر فقط ونتجاهل المالك رغم أنهم شركاء بالتضامن؟ لا الله يسلم، ما نتجاهلهم. الشخص الطبيعي متى ما يوجد بالتملك بطريقة مباشرة أو مباشرة بيكون مستفيد حقيقي، وأيضا اللي بيكون عنده سيطرة على الشركة هاي أو المنشأة اللي موجودة عندي لو حتى ما كان يملك فيها أي سهم، بمجرد أن يسيطر بشكل يعني مع يسيطر على هذه المنشأة هو يعتبر مستفيد حقيقي. أعتذر الأخوان بيردون عليك كيف على كيفية إن شاء الله الحصول على تسجيل الورشة هذه والمواد المتعلقة بها. في حال المؤسسة مملوكة من شخص والمستفيد شخص آخر، فما هو الإجراء الصحيح ومن المستفيد الحقيقي؟ المستفيد الحقيقي بيكون اللي مالك بشخص طبيعي مالك، والشخص الثاني المسيطر أيضا هذيل يعني مع بعضهم المستفيدين الحقيقيين من هذه المنشأة. في حال المالك خارج الدولة والمدير أيضا خارج الدولة أيضا ولم يتم تسجيل حتى الآن، فهل هناك أي مخالفة عليهم؟ الله يسلمك، بتكون المخالفة على الشخصية الاعتبارية بحكم أن هي اللي المفروض يكون عندها البيانات هذه كلها، سواء كان المالك في الدولة أو خارج الدولة. واليوم الحمد لله وجود يعني التقنيات هذه الموجودة يسهل الوصول إلى المالك أو المدير أو غيره، بس كل شركة لازم يكون فيها على الأقل شخص واحد طبيعي
أو حتى إنها تقدر تعين شركة في بعض الأحيان إنه يوفر جميع هذه البيانات ويكون مسؤول عن هذه البيانات، بس لازم يكون مقيم في الدولة اللي يوفر البيان عن الشخصية الاعتبارية. في حال تواجد الشركة خارج، هل يحاسب؟ يعني ما فهمت السؤال من ناحية في حال تواجد الشركة خارج في حال تواجد المستثمر خارج الدولة وفي ظل الأحداث الراهنة، هل يوجد فترة محددة قبل الوقوع في إجراءات؟ الفترات الزمنية انتهت دكتورة، ويعني وأعطوا مهل للجميع، واليوم اللي ما التزم راح يتم مخالفته. أحب أوضح أن قرار مجلس الوزراء صدر في يعني أو الربع الأخير من 2020، واليوم نحن تقريبا كملنا سنة وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والحمد لله الجهات الحكومية يعني رفعته عندها في الويب سايت أو المواقع الخاصة فيها، بما في ذلك الورش العديدة اللي قامت فيها الجهات مع يعني مع الجمهور أو حتى التنويهات أو مثل ما نقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البروشورات اللي ينشرونها عن طريق هاي الشبكات. نعم، باتباع الخطوات يتم إيقاف الرخصة إذا وصل المرحلة الثالثة أو المرة الثالثة من عدم التجاوب للمخالفات. أحمد المنسي الله يسلمك، وفرنا لكم النموذج هذا وتم إرساله للجميع. رجاء إرسال الأسئلة والجواب. الأخ سعيد، أتوقع أن بيكون في رابط للورشة هاي والإجابات عليها. لما تواجه صعوبة في التسجيل عليك بإيقاع المخالفة، والمخالفات هاي يا أخو محمد لازم تكون رادعة وتخليهم انهم يوفرون، سواء هو موجود داخل او خارج الدوله، هذا ما يعطيه مبرر انه يخالف قرار مجلس الوزراء. نعم، معظم دول العالم مطبقه مثل هذا القرار. وتعتبر الدول اللي ما بتطبق مثل هذا القرار مش ملتزمة مع الالتزامات اللي هي مع المنظمات الدولية. نحن شركة تابعة للمنطقة الحرة في عجمان، ويتم التسجيل عن طريق المنطقة الحرة، بس نحن كشركاء كيف نتأكد بأن التسجيل تم؟ كفاية الأخ خالد محمد، إذا تم التسجيل مع المسجل في عجمان للمنطقة أو المنطقة الحرة في عجمان فهذا كفاية، لأن هو بيعتبر المسجل أو المشرف على المنشأة عندك. If there was no direct UBO example, multiple complicated layers, none having more than 25%, can we consider the CEO or the decision maker as a UBO? Yes, of course. That was the last example provided or the question, Tatifa. Regarding the fines, do we look at the financial fines directly after the written warnings? Yes, there are three steps of those financial those fines, and you start with the warning. You can decide whether that warning could be a day or two or three. It depends on the registrar or licensing authority, and then you start with the second step and the third step. هل تسجيل المستفيد الحقيقي يحق له استخدام ذلك في نقل الملكية على سبيل المثال، مع العلم أنه ليس مالك بالرخصة أي مستفيد بالسيطرة؟
لا الله يسلمك، هو بالسيطرة فقط، فكيف بيقدر أن ينقل الملكية إلا إذا كانت عنده يعني مثل يعني مخول أن يقوم بهذا الشيء، أو يعطي مثلا قرار للصاحب أو الشخص اللي يكون مالك لهذه الملكية. بس هذا تقريبا السؤال ما له أي علاقة بالمستفيد الحقيقي، الله يسلمك. أتمنى أني جاوبت على جميع أسئلتكم. خلوني بس أنتقل إلى الصفحة الثانية اللي هي الـ questions. هل الكفيل بالرخصة التجارية والذي يملك ما يقارب 51 من رأس مال الشركة ولكن لا يستلم أي أرباح، هل هو مستفيد حقيقي؟ نعم، بالتملك هو مستفيد حقيقي، وعلى ما أظن اللي يكون مالك 51 ما يستلم أرباح كاملة، لكنه يستلم مبلغ على ما أظن في نهاية السنة أو كوارترلي على حسب الاتفاق مع الشريك هذا. If there was no direct UBO، لطيفة، we have answered this question. خالد محمد، نحن شركة تابعة. الأخ خالد، تمت الإجابة على هذا السؤال. If there was no direct, I have answered this question. لطيفة، I've answered your question. And yes, you consider the CEO or the decision maker is the beneficial owner of that information. The last question and the answer to it, I think it was number six, did answer your question. إذا أظن تم ترجمة السؤال والجواب أيضا من قبل المترجمين، وإذا ما ترجموا ما عندي أي إشكالية أني أطرحها بالعربي. شكرا. الرخص سواء كانت صغيرة أو كبيرة يعني ما يستثنون من هذا القرار، شو ما يكون الشكل. الاستثناء كان واضح اللي هو على الشركات المملوكة للجهات الحكومية أو الشركات اللي موجودة في المناطق الحرة المالية فقط، لأن عندهم تنظيم خاص فيهم للمستفيد الحقيقي. هم صحيح مستثنين من القرار، لكنهم كمتطلب مستفيد الحقيقي مطبق عليهم بحكم أن عندهم القوانين الخاصة فيهم والأنظمة. بصراحة أحب أشكركم بعد على أسئلتكم هذه الجميلة، وكل ما يعني تسألون أكثر بيعم الفكر على الجميع، واللي يعني شاف نقطة مش واضحة وعنده أي استفسار، نحن موجودين طبعاً على مدار الساعة نستجيب إلى هذه الأسئلة ونجاوب عليها في كل وقت، سواء عبر الإيميل أو بالهاتف أو بالواتساب أو شو الشكل المناسب للشخص. إن شاء الله بيردون عليك الأخوة من غرفة عجمان بخصوص رابط الورشة والتسجيل والمحتوى مال يعني المستفيد الحقيقي اللي تم عرضه من الأستاذ يحيى. تسمح لي أستاذ عبيد بكلمة أخيرة؟ نعم. يعني قرار تسمح لي إسعادتك بس بكلمة أخيرة للحضور الكريم. يعني الفكرة إنه تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لا يفرق بين أي شكل قانوني وآخر، ولا بالجنسية وأخرى على الإطلاق. يعني صحيح. الفكرة كلها إن القرار يستهدف كل المنشآت العاملة في دولة الإمارات دون استثناء إلا شركتين اتنين فقط، زي ما تفضل أخونا عبيد وأكد على الاستثناء الوارد
للملكية الحكومة الاتحادية أو المحلية بشكل كامل والمناطق الحرة المالية. يعني لو فرضنا أن في شركة مثلا إكس مملوكة لحكومة محلية أو اتحادية بنسبة 99%، هل ينطبق عليها القرار أم لا ينطبق عليها القرار؟ ينطبق عليها القرار، وهي من الفئات غير المستثناة، غير المستثناة، لأن القرار قال المملوكة بالكامل، المملوكة بالكامل لحكومة محلية أو اتحادية، وبالتبعية بالكامل يعني 100% of the company's capital، فبالتالي بيكون ملكية 100% من رأس المال وليس أقل. شكرا أخوي عبيد على الفرصة. العفو، هل يعتبر أعضاء مجلس الإدارة مستفيدي حقيقي في حالة عدم تواجد مستفيد حقيقي غير جهة حكومية؟ هل بيكون يعني في أشخاص طبيعيين يملكون 25% أو أكثر؟ إذا كان في هذين يعتبرون مستفيدين حقيقيين، إذا كانت في سيطرة بنسبة 25% أو أكثر على الشركة سواء كان عضو مجلس إدارة أو لا بيعتبر مستفيد حقيقي، وإذا ما كان موجود أي حد أكثر من 25% سواء بتملك أو سيطرة فيعتبرون لهم ليتحكمون بالشركة أو أعضاء مجلس الإدارة مستفيدين حقيقيين بحسب الأصوات اللي عندهم أو يعني بحسب السيطرة أو القرارات اللي يعني يقدرون يطلعونها عن الشركة. سيتم إرسال الآلية إن شاء الله على المخالفات من قبل الوزارة في وقت قصير إن شاء الله، يعني خلال هالأسبوع بالكثير الأسبوع الجاي إن شاء الله. إذا كانت موزعة بنسب أقل الأخت بدرية، نشوف منو يسيطر على هذه الشركة، إذا كان مثلا المدير هو المسيطر أو في عضو مجلس إدارة هو اللي يتخذ القرارات كاملة عن الشركة هو يعتبر المستفيد الحقيقي. إذا المستفيد الحقيقي هو نفسه عامل على كفالة المنشأة نفسها، هاي الحالة في الرخصة الفردية. نعم، إذا كان هو على كفالة المنشأة وهو يسيطر عليها وهو اللي يتحكم فيها وياخذ كل القرارات عن الشركة، نعم هو المستفيد الحقيقي. أي إذا كانت الرخصة مملوكة للحكومة بنسبة معينة ومعها شريك ينطبق عليها تسجيل الحكومة كمستفيد لا فقط الشريك هو اللي أنت اليوم أخ أحمد المنسي، الشريك هو اللي بتسجل كمستفيد حقيقي إذا وصل أكثر من 25%. يعني المالك يتملك 100% بس هو مب المستفيد الحقيقي، هو بالتملك مستفيد حقيقي والمسيطر من ناحية ثانية بعد مستفيد حقيقي الله يسلمك، لأنه هو يحصل على مبلغ مقطوع أو مبلغ كامل أو شو ما يكون سنويا أو شبه سنويا من المسيطر على هذه الشركة. نحن تواصلنا مع دائرة التنمية وقالوا نحط المدير التنفيذي. أي الأخت بدرية خليني بس أرجع لسؤالك، وين كان؟ هل يعتبر أعضاء؟ هي نعم، إذا كان مثلا المدير التنفيذي هو المسيطر وهو اللي ياخذ القرارات، نعم. الشركة المدرجة في سوق أوراق مالية خضر للرقابة لكن خارج الإمارات تطبق عليه إجراءات مستفيد الوردة في القرار. محمد عزت الله يسلمك، لازم تتحقق من السوق هاي هل يوفر البيانات الكافية اللي تطلع منهم المستفيدين من هذه الشركة ومن ملاكهم وغيره وغيره وغيره. إذا كان السوق يعني يسمح بذلك وتقدر يعني
حصل على هاي البيانات من السوق أو الريجوليتر مال السوق هذا، فنعم ما في أي إشكالية. طافت مهلة التسجيل وبدت الانذارات والغرامات. أتمنى أني جاوبت على جميع الأسئلة، وإذا ما في أسئلة ثانية يعني نشوف أخواننا في الغرفة. سامحوني في أيضا سؤال. شكرا جزيلا. على حد علمي في حال إذا كان مالك المواطن على سبيل المثال وأن المستفيد كان وافد، يكون ذلك مخالف. الله يسلمك. إذا كان المستفيد الحقيقي هو في يعني وافد أو شو ما يكون خلف هذا الشركة، نحن نبغى يعني اللي نبغى المستفيد الحقيقي من هذه المؤسسة. وإذا كان مخالف لقوانين ثانية ما يعني ما يمنع أن توقع عليه المخالفات الثانية. لأن على حد علمي أنا بعد يعني نعرف أنه في بعض الأحيان يعطون توكيل للشخص هذا أن يتحكم بالشركة. بعد دفع الغرام المالية فدر التعليق بإيقاف الشركة لم يتقدم العميل، هل ستظل الشركة قيد الإيقاف حين تقديم؟ نعم أخ محمود عزت، يعني هو اليوم مخالف عندك، وفي أكثر من مخالفة أصلاً موجودة في يعني في القرار. فنتمنى أنكم توقعون المخالفات جميعها اللي موجودة في القرار. هل يمكن التسجيل؟ الله يسلمك. هاي بتكون من الشركات المشطوبة، وكل جهة يا أم جمعة بيكون عندها يعني نظامها الخاص فيها لشطب الشركات خاصة الغير ملتزمة. محمد حسن، اليوم مفروض أنت ما تسجل أي شركة من دون ما تعطيك المستفيد الحقيقي، هذا أول شيء. الشيء الثاني، اليوم سواء فيها تعاملات أو ما فيها أي تعاملات، ومجرد أنك سجلتها بيانات الملاك والمستفيدين الحقيقيين لازم تكون موجودة عندك، أو بتعتبر شركة وهمية أو شيل كومباني. إن شاء الله بيتواصلون معكم الأخوان. مشكورين يا أخواني وأخواتي على تفاعلكم اليوم، وإذا ما في عنكم أي يعني أسئلة سامحونا أن طولنا عليكم اليوم. وطبعا يعني ما نشكر اللي هم غرفة عجمان على التعاون مع وزارة الاقتصاد لعمل هذه الورشة، وإن شاء الله تكون في مصب خير للجميع. وبنكون متواجدين، تقدرون تتواصلون معنا في أي وقت تحبونه، يعني موجودين الأخوان في الوزارة أو في جهات الترخيص أو أي مكان، يعني على مدار الساعة يعني نحن اتضح لنا أنهم يجاوبون على كل الأسئلة اللي تنطرح عليهم وما يقصرون طبعا. وشكرا. قصر عنك الشر أخوي إبراهيم.